السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم كلكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير والحمد لله. معاكم اخوكم هارد طيب من موبايل فورمي. زي ما كلنا شفنا والحمد لله الفيديو الاولاني اغلب الناس شافته والحمد لله شكرونا عليه، واللي كان بيتضمن 3 حاجات: ازاي نعرف ان الموبايل اصلي او هاي كوبي، تاني حاجة لو انت هتروح تشتري موبايل مستعمل عايز تعرف او عايز تختبره قبل ما تشتريه، فانت بتضرب كود معين والكود دوت من خلاله بتعرف اداء البطاريه وتختبر الكاميرا بتاعته وتختبر الصوت وكل الكلام دوت. تالت حاجه ان احنا ازاي بنعمل كلير للرامات، وازاي كمان بنظبط اداء البطاريه بحيث ان هي تقعد معانا اكبر فتره ممكن. النهارده انا جايب لكم موضوع في ناس كتير كلمتنا عليه واتمنى ان انتوا يعجبكم هو كمان. الموضوع دوت بينقسم لحاجتين: اول حاجه ازاي بنظهر حاجه اسمها خيارات المطور او خيارات المتطورين ايا كان يعني اسمها، ومن خلال الاوبشن دوت لما احنا بنظهره وبنوقف حاجه معينه الجهاز بيبقى معانا سريع سرعه رهيبه. ده اول نقطه. تاني نقطه ازاي ان احنا ممكن نستخدم الموبايل بتاعنا كنقطه اتصال نقاله، بحيث ان احنا ممكن نستخدم الراوتر بتاعنا ده راوتر بس من خلاله النت 3 جي لللاب. انت مثلا ما عندكش نت في البيت او ما عندكش واي فاي، فانت ممكن انت مشترك في باقه على الموبايل 3 جي، فانت بتفعل اوبشن معين في الموبايل عن طريقه بتقدر تشغل الموبايل عندك، سوري اللاب بتشغله نت. تمام. فهنتكلم في اول نقطه ان احنا ازاي نظهر اوبشن خيارات المطورين او المطور خيارات المطور، وان شاء الله نوقف كذا اوبشن فيها وباذن الله الجهاز بعد ما نرسترو هيبقى زي الفل وزي المية مية يعني. طبعا هنخش على الضبط عندنا، خلينا نخش نتكلم عملي احسن. لو هنخش على الضبط عندنا هنخش على عام. بعد ما نخش على عام نطلع بالصفحه اللي فوق هنلاقي حاجه اسمها حول الجهاز. تمام. لما بنفتح حول الجهاز كده وننزل تحت بنلاقي حاجه اسمها رقم الاصدار اللي هي دي. تمام. رقم الاصدار ده لو ضغطنا عليه ورا بعض كده 10 مرات، تمام، هيجيب لك رساله ويقول لك ان تم اظهار خيارات المطور. بنعمل باك مره واحده بس ونلاقيها فعلا ظهرت لنا اللي هي دي اللي هي فوق حول الجهاز. تمام. بنخش عليها. تمام. ونفعلها من فوق. طبعا هي بتبقى في الغالب مقفوله عندنا، يعني هي في الغالب هتبقى مقفوله كده. تمام. احنا كل موضوع ان احنا بنشغلها نعمل لها تفعيل، فبيجيب لنا مسج نقول له اوكي موافقين، ماشي، وننزل تحت شويه كده. تمام. وهنلاقي حاجه اسمها مقياس حركه الاطار ومقياس حركه النقل ومقياس مده التشغيل. دولت المفروض ان احنا بنعمل لهم ايقاف، فبنضغط على اول واحده فيهم مثلا دي اللي هي مقياس حركه الاطار ونعمل لها الرسوم المتحركه قيد الايقاف، بنعلم على اول واحده وننزل على اللي بعديها ونعمل برضو ايقاف ليها، وننزل على ثالث واحده نعمل ايقاف ليها. بعد كده بنعمل باك عادي، نرجع خرجنا بره الصفحه خالص ونرستر الجهاز بتاعنا. مجرد ما بنعمل له اعاده تشغيل ونفتحه هتشوف الفرق طبعا، وباذن الله انا متاكد من المعلومه دي كويس، ان شاء الله الجهاز بتاعكم هيبقى زي الفل وهيبقى سريع معاكم كتير يعني. اعتقد ان اول نقطه كده انتهينا منها. نخش على النقطه الثانيه ان انت ازاي تشغل الموبايل بتاعك، الموبايل بتاعك كراوتر بتبس من خلاله النت لللاب. اغلبنا كتير مننا بيروح اماكن كتير وما بيبقاش فيه نت متاح وعايز يشغل اللاب مثلا النت، فانت ابسط ما فيها معاك موبايل اندرويد في خاصيه اسمها او اوبشن ماين اسمه واي فاي هوت سبوت. طالما عندك الاوبشن دوت بتقدر من خلال الموبايل بتشغل النت عندك على اللاب. طيب نشوف الموضوع ده ازاي. خلاص كل موضوع هنخش على الضبط عندنا، دخلنا على الضبط. تمام. ونلاقي حاجه اسمها التقيد ونقطه الاتصال النقال، مجرد ما بنخش عليها. تمام. بنبص فوق كده بنلاقي حاجه اسمها نقطه الاتصال واي فاي المحمول، ديت بتبقى طبعا مش متفعله. تمام. فاحنا بنفعل، مجرد ما بنفعلها تمام ونخش عليها هيقول لك زي ما احنا شفنا كده، انت عايز، انت دلوقتي عايز، انت خلاص كده انت شغلت نقطه الاتصال. طب انت عايز بقى تشغل اللاب نت عن طريق الموبايل، بتعمل ايه؟ بتضغط على اول اوبشن اللي هو فوق دوت وبيجي لك رساله بيقول لك السماح بالوصول للواي فاي، انت عايز مين يسمح بيخش عن طريق الموبايل بتاعك واي فاي. خلينا بس في الاول ان انت تخلي جهازك يخش. انت طبعا خلينا نقطه نقطه، احنا علمنا على كل الاجهزه تمام وخلاص. بتيجي على اللاب بتاعك تفتح اللاب وتيجي على الايه، على الواي فاي اللي عندك بتفتح، هيظهر لك طبعا اسم الشبكه بتاعه الجهاز بتاعك. يعني انا اسم الشبكه عندي اسمها اندرويد ابلكيشن اللي هي اندرويد بي دي. تمام. مجرد ما بضغط عليها هنا كده واعمل كونكت عليها
بيجي لي يقول لي دخل الباسورد اللي هو ده. طبعا كل موبايل هيختلف الباسورد بتاع الموبايل التاني، تمام؟ هتدخل الباسورد دوت في المربع اللي هيظهر لك وتعمل كونكت، خلاص كده كده النت هيبدأ يشتغل لك عندك على اللاب، تمام؟ وطبعا كلنا ملاحظين ان انا رابط الموبايل دلوقتي باللاب من اول ما بدأت معاكم الفيديو، وشغال عن طريق النت 3 جي. طبعا كلنا ممكن نفتح موقع دلوقتي ونشوف فعلا الكلام ده صحيح ولا لا. احنا نفتح مثلا الموقع بتاعنا موبايل فيرم هو ونشوف، ما احنا ربطنا الموبايل باللاب، الموقع تمام والنت زي الفل ما فيش فيه مشكله، النت سريع الحمد لله يعني. اعتقد كده تمام والحمد لله. كده النقطتين اللي انا اتكلمت فيهم يعني شرحتهم بالتفصيل. اتمنى اللي ما فهمش حاجه يكلمني وان شاء الله افهمها له واحده واحده. اتمنى ان الفيديو ينال رضاكم ويعجبكم. كان معاكم اخوكم هارد تايم من موبايل فورمي.